أخي المزارع لرعاية الموز خلال شهر ديسمبر، يتوجب إضافة السماد العضوي في حالة عدم إضافته في الشهر الماضي. من المهم وضع أكياس البولي إيثيلين الزرقاء. يتوجب إزالة الجور المصابة وجمع السبطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو مع ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس. ومن المهم أن يكون الري بحرص وإطالة الفترة بين الريات.